جسده على بوغاء كربلاء 3 أيام بلا غسل ولا كفن، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. على أي حال؟ قال عار تجول عليه الخيل عادية، ساقت له الريح ضافي ميزر ورداه. بعد مقتل الحسين ساقوا نساءه وأطفاله سبايا. في مثل هذه الأيام يا مؤمن بنات رسول الله من بلد إلى بلد، في مثل هذه الأيام يتفرج على بنات رسول الله القريب والبعيد والدني والشريف، ذاك مستبشر لقتل الحسين وذاك يهنئ الآخر بمقتل الحسين. لكن ساعد الله قلب مولاتي زينب في يوم 11 من المحرم لما بزغت الشمس والنياق واقف على مخيماتهم. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار. شلون تتستر زينب؟ قال تستر باليمناء وجها وإن أعوزها الستر تمد اليسار. شمر يقف عند باب الخيمة يناديها ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسل. إذ لا لا أنت مسبية على أي حال. صرخت ونادت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ أرجوه ذو رحمي. ركبنا الأطفال والنساء على النياق. تدروا من بقى؟ ما صعد على الناقة؟ مولاتنا زينب والإمام زين العابدين. أقرأ لك الموقف وأنت تتأمل. التفت الإمام زين العابدين، تار ينظر الإمام إلى عمته زينب وتار زينب تنظر إلى الإمام زين العابدين. التفتت زينب إلى الإمام. بني علي هاك ظهر اصعد على ناقتك. الله عمه، إذا أنا ركبت على ناقتي من الذي يركبك على الناقة عم زينب؟ قالت لدي من الذي يركبني. وجهت بوجهها ناحية العلقم، نادت حبيبي عباس كافلي عباس. هذه النياق دنت إلينا فتعال وأركبني على ناقتي. كل وينك يا قايد ناقتي؟ ضعني الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحرام. واطفال عنك يا ابو فاضل درقوا وخذوني، كل ما جرى دمعي على خدودي
اضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وطفة. عباس ماني من المدينة بذمتك جيت أني لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت وأشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعتوا السهم مني وبليتون بهالعيا ثم مالت بوجهها ناحية الحسين أبا عبد الله في أمان الله في دعة الله يردون أنسافه هير يا بعد أهلي ونخلي دون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي انها تقول خلتني العزيزة بغير تجد ويا لا تقول عني سافروا ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. أبو علي حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم ذوب قلبها فقد لرجال والله ما ظل لنا جلد لركوب لجمال ما غمضت عيني ولا ساعة من ال والله لا تقول ما عندك مروة مروة يا أخويا لا تقول ضيعت الخوة ترى ما خوذتني حسين قوة يا أخويا شوف الشمر بي ايش سوى ايش سوى صوت علمتوني تلو وليش اقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين اقل لحسين ظل جثه بلا راس وعباس النفيل قطعة ويمين هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وتحننت وتعطفت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة دائمة نامية زاكية طيبة طاهرة لا انقطاع فيها يا أرحم الراحمين. اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية على اللهم صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابا وحوائجنا به مقضية
وهمومنا به مكفية. اللهم والمؤمنون والمؤمنات والحاضرين ومن سألنا الدعاء، اللهم اقض حوائجهم، شافهم وشاف مرضاهم، يسر أمورهم، سد ديونهم، اقض حوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض، لا سيما من خصصناه بالدعاء ومن سألنا الدعاء، من اللهم عليه بالشفاء العاجل، ومن اللهم على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل وبالصحة والعافية يا أرحم الراحمين. فك اللهم قيد كل أسير، رد اللهم كل غريب، غير اللهم سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، ومن مات على ولاية آل محمد، ومن لم يذكرهم ذاكر، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت، وقع علينا وقعنا عليه.